السلام عليكم. إيران توعدت وهددت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مما هو قادم من طهران في حالة أي تحرك يأتي تجاه إيران مباشرة بأي اعتداء بأي شكل من الأشكال. وهذه التصريحات جاءت من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنفسه يوم أمس أثناء خطاب له أمام الجيش الإيراني بمناسبة طبعا يوم الجيش الإيراني السنوي، وكان خطابه واضحا للغاية للعالم ولإيران طبعا بأكملها. وكانت هنالك لقطات لهذا الاستعراض هي مثيرة للغاية، توضح بأن الجيش الإيراني الآن يمتلك الطائرات المسيرة الإيرانية بهذا الشكل الذي ترونه، وهذا أمر طبعا يعتبر جديدا، وخاصة إنما هو معروف بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يمتلك الصواريخ البالستية المتقدمة، هو الذي يمتلك الطائرات المسيرة المتقدمة، لكن هذه المرة أنت ترى الطائرات المسيرة يمتلكها الجيش الإيراني في توسع عسكري جديد طبعا من قبل إيران، وقدرات إيرانية مستمرة في التصاعد. ما الذي قاله إبراهيم رئيسي يا ترى؟ ما تحدث عنه ببساطة أن في حالة أي هجوم إسرائيلي بأي شكل من الأشكال على الداخل الإيراني فإنهم مباشرة سيقومون بالرد على العمق الإسرائيلي هذه المرة، وسيقومون بتدمير حيفا وتدمير تل أبيب عن بكرة أبيها بحسب هو ما تحدث عنه بكل تأكيد. وأيضا هذا التصريح القادم من إبراهيم رئيسي هو يأتي بعد يوم واحد فقط من صدور أيضا تصريحات من رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الذي أيضا كان واضحا بأن أي هجوم على المفاعلات النووية الإيرانية قادما من أي دولة كانت مجاورة، على سبيل المثال طبعا هو لم يشر إلى أي اسم ولكن تحدث من أي دولة يكون هذا الهجوم قادما، مثلا قادم من أذربيجان، مثلا إن اتهموا العراق بهذه المسألة، إن استخدمت هذه الأراضي في الهجوم عليهم فإنهم أيضا سيقومون باستهدافها مباشرة، ولن يسمحوا لأي أحد بمساعدة إسرائيل بأي شكل من الأشكال. قد يستغرب البعض لماذا الإيرانيون يصرحون بهذا الشكل الآن، في حقيقة الأمر بأن الأسابيع الماضية كانت مليئة بالتهديدات الإسرائيلية حول أنهم سيوجهون ضربة مباشرة إلى الداخل الإيراني تحديدا لتدمير المفاعلات النووية الإيرانية، وذلك لأن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 83.7% إلى نقطة معينة، وعادوا وانخفضت التخصيب إلى نسبة 60%. وطبعا كان واضحا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخرا قبل أسبوعين تقريبا هو الذي قال بأننا إذا أردنا أن نضرب إيران فقادرون على ضربها بمفردنا ولسنا بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال. الشهر الماضي كنا أمام موقع أكسيوس وتسريب واضح بأن إدارة الرئيس رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغت إدارة بايدن أي ارتفاع في تخصيب اليورانيوم مستقبلا عن 60% حتى لو 61% أو 65% سنقوم بضربة في أي لحظة ضد المفاعلات النووية الإيرانية. بالتالي التصريحات الإيرانية هي تأتي واضحة لإسرائيل، أي محاولة سنضرب عنق إسرائيل وسنضرب أيضا من يساعد إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك من إيران أيضا، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب فورا وبصورة عاجلة من المنطقة وأن تخرج من الشرق الأوسط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تزعزع الشرق الأوسط بحسب تعبيره، وبأن الجيش الإيراني وإيران هي التي تدفع إلى استقرار المنطقة وهي التي قادرة على إبقاء المنطقة مستقرة. وبالتالي تصريحات واضحة جدا وخطيرة للغاية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه إسرائيل، وهذه التصريحات هي تأتي بنوع من الثقة بنوع من القوة وأمام الجيش الإيراني ومن الرئيس الإيراني في توقيتات حساسة للغاية، ليست على إيران هذه المرة ولكنها حساسة على الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا مع على إسرائيل أيضا في ظل تغيرات كبيرة تجري في المنطقة، فعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية، وبعد أن جاءت الصين وقامت باستثمارات مهمة بمليارات الدولارات العام الماضي في السعودية كما نتذكر عند زيارة الرئيس الصيني، طبعا بعدها قامت بعملية تقريب وجهات النظر بين السعودية وبين إيران، وشهدنا وسمعنا عن مسألة عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولازلنا نرى بأننا أمام خطوات مهمة لفتح السفارات طبعا في البلدين، بل إن المملكة العربية السعودية أيضا بعد هذه العملية وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران ذهبت إلى أبعد من ذلك وبدأت تغير الخارج في الشرق الأوسط لتذهب مع الأطراف التي لا تحبها الولايات المتحدة الأمريكية، هي أطراف تعتبرها الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية ليست محبذة ومحببة بالنسبة لها. فعلى سبيل المثال وزير الخارجية السوري قبل أيام قليلة ظهر في جدة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بهذه الطريقة. بعدها مباشرة رأينا وزير الخارجية السعودي وهو يصل إلى دمشق ليلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد بعد انقطاع للعلاقات منذ عام 2011، وبالتالي بدأنا بتطبيع علاقات واضح بين السعودية وبين سوريا. وأيضا يوم أمس ظهرت وحركة حماس بأكملها، قادت حركة حماس بهذا الشكل وهم يؤدون مناسك العمرة طبعا في مكة المكرمة بهذه الطريقة. وبالتالي طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حماس بأنها طرف إرهابي، تعتبرها منظمة إرهابية، وهم طبعا ضد أي مسألة عودة للعلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد. الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد هذه المسألة، حذروا كثيرا من إعادة العلاقات طبعا مباشرة مع أي دولة من حلفائها كالمملكة العربية السعودية. قالوا لهم لا تعيدوا العلاقات مع بشار الأسد، ولكن عادت العلاقات طبعا بهذه الطريقة. وهذا الأمر هو الذي لم يعد فقط يربك نوعا ما الأوساط الأمريكية والصحافة الأمريكية، وإنما أيضا إسرائيل. إسرائيل هيوم التي ترونها نشرت خارطة بهذا الشكل للشرق الأوسط وقالت بأن المنطقة تتغير والتحالفات تتغير بالشكل الذي يهدد إسرائيل بشكل مباشر. كل هؤلاء أعداء، كل هؤلاء أطراف ليسوا معنا وليسوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ تعدد القطبية يسير ضدنا بشكل مباشر، إلى درجة أن الصين الآن بدأت تتمتع بنفوذ دبلوماسي لا يصدقه أحد. أن وزير الخارجية الإسرائيلي وهو إيلي كوهين الذي ترونه أمامكم نشر بتغريدة في 17 أبريل، أي قبل 48 ساعة، قام بعملية الاتصال بشكل مباشر مع وزير خارجية الصين، وطلب منه أن يستخدمون وطلب من الصين أن تستخدم الصين نفوذها في إيران لكي تمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية، لأننا سنتصرف وسنضرب إيران إذا ما وصلت إلى القنبلة النووية. لذلك نطلب منكم أيها الصينيون أن تستخدموا نفوذكم في منع إيران بأي شكل من الأشكال من الوصول للقنبلة النووية. بالتالي لاحظ إسرائيل تطلب من الصين، يوضح أن الصين تمتلك الآن نفوذا ليس عاديا دبلوماسيا يحرك بعض الأمور الموجودة في الشرق الأوسط، بل إن حتى المملكة العربية السعودية تلعب أدوارا الآن مختلفة في المنطقة، تضع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تحت الضغط بتقرير جديد صادر من الوول ستريت جورنال أيضا قبل 48 ساعة. وصدق أو لا تصدق، فإن هذا التقرير يتحدث بأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الآن يشترون المنتجات النفطية الروسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم تكن تستورد أساسا النفط الروسي بأي شكل من الأشكال، ولكن عندما بدأت هذه الحرب فالمملكة العربية السعودية بدأت تستورد ما يقارب، بحسب الإحصائيات التي نشرتها الوول ستريت جورنال نقلا عن كيبلر، يستوردون 100,000 برميل من النفط في اليوم الواحد، وهذا ما يعادل تقريبا 36 مليون برميل في السنة الواحدة. كذلك الإمارات العربية المتحدة وتضاعفت مسألة استيرادها للمنتجات النفطية الروسية والديزل الروسي أيضا إلى 3 أضعاف العام الماضي، ووصلت بحسب الإحصائيات التي ثبتتها الوول ستريت جورنال نقلا عن كيبلر مرة ثانية، وصلت إلى 60 مليون برميل للنفط من المنتجات النفطية الروسية. قد تستغرب الآن السعودية والإمارات العربية المتحدة دول نفطية، كيف لها أن تشتري النفط من روسيا على سبيل المثال؟ ما الفائدة؟ الفائدة هي مسألة اقتصادية بحتة، لأن النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية والديزل الروسي أصبح رخيصا للغاية، يشترونه بمبلغ رخيص للغاية ويستخدمونه على المستوى المحلي، ويستغلون أيضا إنتاج النفط الخاص بالسعودية أو الخاص بالإمارات العربية المتحدة، يقومون بتصديره إلى الخارج ويبيعونه طبعا بمبلغ عال للغاية على الغرب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هي أمر يخدم روسيا، يخدم الإمارات ويخدم السعودية على مستوى الداخل. السبب الرئيسي للسعودية والإمارات أن تذهب بهذا الطريق هو ليس سياسيا وإنما اقتصاديا كما ثبتته المصادر التي نقلتها الوول ستريت جورنال. مسألة اقتصادية، تشتري نفطا رخيصا وديزل رخيص تستخدمه على المستوى المحلي، وفارق السعر كبير عندما تبيع النفط الخاص بك من التكاليف التي طبعاً
قمت بعملية تنفيذها أو صرفها لتبيعه بسعر غالي وبالتالي أنت رابح بشكل عال. ولكن هي تدخل في السياسة تفيد روسيا، تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة يجب أن نتذكر أن الشهر القادم المملكة العربية السعودية ستقوم بتنفيذ مسألة تخفيض إنتاج النفط بمقدار ما يقارب 500 ألف برميل للنفط في اليوم الواحد، وهذا يعني مع هذا التحرك وشراء المنتجات الروسية النفطية طبعا التي نتحدث عنها وتخفيض النفط بنصف مليون برميل للنفط في اليوم الواحد، يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية على الولايات المتحدة الأمريكية طبعا أو حتى على الغرب بشكل عام، وهو يضع طبعا ضغطا كبيرا على من؟ على الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديدا. الرجل قد يتعرض إلى ضغط من خلاله يجب أن يتجه إلى الاحتياطي الفيدرالي الخاص أو يتجه إلى الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لكي يتفادى أي ارتفاع في التضخم مرة أخرى بهذا الشكل، وبالتالي هي حرب اقتصادية بحتة، وبايدن قد يتأثر خاصة وأن الرئيس الأمريكي على وشك أن يعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. فالفريق الخاص به كما نقلت نيويورك تايمز مؤخرا أكدت بأنه من المتوقع في 25 أبريل بعد أيام قليلة، بعد 6 أيام تقريبا، متوقع أن يعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي مثل هذه التحركات ستكون مؤذية، تضرب التضخم، تضرب الداخل الأمريكي، ليست مريحة أبدا طبعا بكل تأكيد، ولكنها مريحة للغاية وما يجري الآن بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فبشكل عام هذا الترتيب يأتي في مصلحته، في مصلحة الصين على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك في مصلحة إيران، وبالتالي هذا قد يفسر كثيرا لماذا إيران تصرح بهذه الطريقة وبهذه القوة، تطالب بطرد القوات الأجنبية وخاصة القوات الأمريكية، نريد ضرب إسرائيل، متقدمين في التخصيب، ليسوا قلقين من شيء مقارنة بأي فترة مضت، ولا يبدو بأن هنالك حظرا أو توقفا بالنسبة لإيران حتى وأن الأمور قد استقرت في الشرق الأوسط الآن. وطبعا بالنسبة لإيران تستغل كثيرا مسألة تقاربها مع روسيا، إلى درجة يوم أمس ظهرت هذه الطائرات التي ترونها من السوخوي 35 وهي تصور ويتم تصويرها في الأجواء الإيرانية. هذه الطائرات الروسية دخلت إلى الأراضي الإيرانية، نتحدث عن 3 طائرات من سوخوي 35 التي دخلت بهذا الشكل إلى الأراضي الإيرانية، وكذلك إيران في نفس الوقت هي أيضا لا زالت مستمرة في إرسال طائراتها المسيرة من نوع شاهد 136 لتستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني. فوزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت اليوم هنا في 19 أبريل كما تلاحظون بأن كان هنالك هجوما على مدينة أوديسا الأوكرانية تحديدا ب 12 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 و10 طائرات من هذه الطائرات تمكنت طبعا الدفاعات الأوكرانية من إسقاطها، أي أن 2 طائرة ضربت النقاط التي استهدفتها، وهم استهدفوا بشكل مباشر المنشآت المدنية الحيوية ومنشآت الطاقة الموجودة في أوديسا. وكانت هنالك لقطة من هذا الاستهداف لإحدى الطائرات المسيرة، أيضا صورا للطائرة المسيرة الأخرى التي حققت الاستهداف بهذا الشكل، وبالتالي هي ضربات مؤذية على نقاط الطاقة الأوكرانية، بعضها أيضا نقاط مدنية. الأمر لا يرحم أبدا بالنسبة لهذه الطائرات عندما تحقق أهدافها طبعا. وبشكل عام على الرغم من أن إيران طبعا تتعرض كل الضغوط والعقوبات إلا أنها نفذت وأرسلت هذه الطائرات وهاجمت بهذه الطريقة بعد يوم واحد فقط من رسالة أو بيان صدر من مجموعة الدول 7 G7 في اليابان، طلبوا فيها من إيران أن توقف عملية إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا لكي تستخدمها في أوكرانيا. يوم واحد فقط من البيان واستخدمت هذه الطائرات المسيرة في هذه الضربات التي نتحدث عنها. هنالك مشكلة الفاينانشال تايمز الآن تحدثت عنها اليوم، مشكلة لدى الأوكرانيين على مستوى الدفاعات الجوية، لديهم عملية شورتج أو عملية قلة أو نقص الآن في الصواريخ في المنظومات الدفاعية، وهذه بدأت تقل شيئا فشيئا، ولديهم قلق بأن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ستتباطأ نوعا ما في إرسال مثل هذه الصواريخ لهم، وبالتالي لن يتمكنوا من اصطياد الصواريخ الروسية أو الطائرات المسيرة أو حتى صواريخ باليستية إيرانية إن ظهرت بأي شكل من الأشكال لدى الروس واستخدموها ضد أوكرانيا. بالتالي هم في قلق كبير لأن هذا سيفسح المجال للروس
روس أن ينطلقوا في ضرب أوكرانيا بشكل أعنف في الفترة القادمة. وأيضا طبعا الغرب مهتم جدا في مسألة المنظومات الدفاعية في هذه المنطقة، لذلك يجب أن يزودوا الأوكرانيين بسرعة بهذه الصواريخ المنظومات الدفاعية، خاصة وأن ألمانيا أعلنت بشكل رسمي أن المعدات العسكرية التي أرسلت ودخلت إلى الأراضي الأوكرانية من ألمانيا، واحدة منها كما تلاحظ هي الباتريوت، منظومة الباتريوت الأمريكية أصبحت في الداخل الأوكراني ونشرت صورة لها وهي موجودة بهذا الشكل الذي ترونه لهذه المنظومة المهمة التي كانت موجودة في ألمانيا ودخلت إلى أرض المعركة، ولازلنا أمام منظومة باتريوت أخرى من المفترض أن تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها أصبحت موجودة، لكنها غالية، لا يمكنك استخدام مثل هذه الصواريخ الغالية الثمن والباهظة الثمن لمواجهة طائرة شاهد 136 التي يصل سعر الطائرة الواحدة فيها 20,000 دولار فقط، مبالغ كبيرة جدا ممكن أن تستنزف طبعا. وفي نفس الوقت أيضا بأن هنالك مشكلة كما نشرت الوول ستريت جورنال على مستوى تزويد وسرعة تزويد ووتيرة تزويد الصواريخ الهايمرس للأوكرانيين لكي ينفذوا الهجوم الخاص بهم القادم الذي نسمع عنه كثيرا ومن المفترض أن نراه في الصيف. فهذه الشركات طبعا والمصنعين لهايمرس قالوا بأننا لا نستطيع زيادة وتسريع وتيرة إرسال هذه الصواريخ، بالتالي هنالك تباطؤ أمام مساعدات صينية في مستوى الذخيرة. تقرير رأيناه الشهر الماضي تأكد فيه إرسال الذخيرة من قبل الصينيين للروس في استخدامها طبعا في الحرب، وكنا أيضا أمام تقرير آخر صدر خلال هذا الشهر كما ترون في 48 ساعة الماضية أكد بأن الأوكرانيين وجدوا عناصرا ومكونات صينية حربية تستخدم لدى الروس، بالتالي الروس يتحصلون من إيران، يتحصلون من الصين، بعض التقارير تحدثت قادمة من كوريا الشمالية. الروس في وضع جيد على الأقل للدفاع من الهجوم الذي ممكن أن يتعرضون له، ولكنهم لا يدافعون في حقيقة الأمر عندما نتحدث عن باخموت. هم يهاجمون مدينة باخموت ويحققون التقدم ببطء، ولكن هذه المرة يحققون تقدما خطيرا للغاية في هذه المدينة. من الممكن في الساعات القادمة أن نسمع انتهاء سقوط وسيطرة طبعا روسيا على مدينة باخموت، قد تكون أياما قليلة وليست ساعات. لماذا؟ لأسباب مهمة. هذه هي مدينة باخموت، إذا ما اقتربنا منها قليلا سنلاحظ بأن كان هنالك تقدما، هنا نحن في 17 أبريل ستلاحظ بأن كان هنالك تقدما في الشمال بهذا الشكل في حي سيلش، هذه نقطة مهمة. وكذلك في نفس الوقت عندما ترتفع هنا فستجد أنك بعد يوم واحد فقط ستجد بأن هنالك تقدما بهذه الطريقة. لاحظ التقدم الذي ظهر أمامك هو تقدم مثير للغاية وتقدم مهم تم بهذا الاتجاه. ما الذي يعنيه يا ترى هذا التقدم الذي نتحدث عنه؟ التقدم ببساطة بالنسبة للقوات الروسية هو مهم لأنه يأتي باتجاهين، يأتي من هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه المثير هو يعني بأنهم متوجهين مباشرة للضغط على مدينة خوروموف التي ترونها، وخوروموف بالنسبة للأوكرانيين تعتبر العصب الحساس وعصب الحياة بالنسبة لأوكرانيا لكي تقوم بعملية ويتم فيها تزويد، وتزويد طبعا القوات الأوكرانية والدعم لوجستيا، إرسال الجنود، إرسال المعدات، إرسال الدبابات، يأتي من تشازفيار إلى خوروموف إلى باخموف لكي يستطيعون من البقاء صامدين فيما تبقى من هذه المدينة وما يسيطرون عليه. وبالتالي الآن الروس بدأوا يضغطون على خوروموف ويحاولون قدر الإمكان السيطرة عليها، وهذا طبعا ببساطة كلما اقتربت القوات الروسية من خوروموف يعني بأن على الأوكرانيين بسرعة أن ينسحبوا من هذه المنطقة وأن يذهبوا إلى تشازفيار ويشكلون خطا دفاعيا ويعززون الخط الدفاعي الخاص بهم، لأن الأمور انتهت. خوروموف يعني أن أمور باخموت انتهت ويجب أن ينسحبوا بسرعة. فبالنسبة طبعا للقوات الأوكرانية الآن يجب أن تبدأ باستغلال في ظل هذا التطور الجديد إن ما تقدم في الساعات القادمة، بما أنهم يمتلكون في بوهدانيفكا خطا دفاعيا جيدا، وكذلك يمتلكون خطا دفاعيا قويا في خوروموف ومرتفعات تمكنهم من نوعا ما إبطاء هذا التقدم. عليهم في نفس الوقت الانسحاب تدريجيا وبهدوء وباستغلال أيضا أن الروس ليسوا قريبين من إيفانوفسك وأن هنالك خطوط دفاعية جيدة مشكلة في هذه المنطقة، أن ينسحبوا بسرعة إلى تشازفيار لأن الأمور ستكون خطرة، والانسحاب إلى تشازفيار والحفاظ على الحقيقة الإمكانيات التي يتمتعون بها الأوكرانيين هو سيكون منطقيا، لأن الروس طبعا بهذا الشكل سيسيطرون على المنطقة، ولكن تشازفيار ستبقى ضاغطة وأيضا كوستانتينيفكا وستكون
نقطة حماية لكوستانتينيفكا، وستبقى هذه المناطق بما فيها سلوفيانسك مناطقا محمية، لأن الروس يهدفون للذهاب والسيطرة طبعا على سيفريسك فيما بعد، وإغلاق المنطقة والتوجه للسيطرة على جميع هذه المناطق وإسقاط دانييتسك بأكملها. ستكون لحظة صعبة جدا على الأوكرانيين، بالتالي لا أمام الأوكرانيين إلا الدفاع عن سيفريسك، إبقاء الدفاعات قوية هنا والانسحاب إلى تشازفيار في ظل هذه التطورات إن ما استمر التقدم الروسي وأصبح خطيرا طبعا على خوروموف، وخاصة أن خوروموف التي نتحدث عنها يجب أن ننتبه بأن نقطة الإمداد أو طريق الإمداد الخاص بهذه المدينة التي نتحدث عنها جاء مقطع عنه مصور يوضح سوء الحالة طبعا بالنسبة لخوروموف، ولاحظ كيف أن الوضع صعب للغاية، منظر الطريق واضح أنه يقصف، واضح أنه غير مهيئ للانسحاب، وطبعا الأمور تبدو صعبة بالنسبة لهذا الطريق، ولهذا تبدو الأمور لوجستيا أصبحت صعبة، ويجب أن ننتبه من الميليتري لاند أيضا أكدت مسألة التقدم الروسي، لاحظ بأن هنالك محورا سريعا يتم فيه التقدم إلى خوروموف، ومحور آخر باتجاه سيليش، والمحور الذي ثبتته الديب ستيت الذي تحدثنا عنه بأنهم لديهم خرقا باتجاه خوروموف، بالتالي الأمور أصبحت صعبة وبأن عليهم الانسحاب بسرعة قبل فوات الأوان وقبل إغلاق المنطقة. حرب استنزاف كبيرة، ظروف صعبة للغاية، ولكن الظروف الروسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الظروف الإيرانية، الظروف الصينية تبدو قوية. نتحدث عن الشرق الأوسط ونذهب لنتحدث عن روسيا وأوكرانيا، كل شيء مرتبط، كل شيء خطر، كل شيء ممكن أن يعني تغيير الخارطة السياسية والعسكرية بأكملها.